الأونروا اسم لمؤسسة بيتردد في وسائل الإعلام المختلفة من وقت اندلاع الحرب في غزة. طبعا من البداية ومن الأول في كتير مننا متابع الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة السنين الأخيرة، ولكن أكيد الاسم عنده مش غريب، بس ما يمنعش إن احنا نجاوب على السؤال، إيه هي الأونروا؟ الأونروا هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأنا بقول كلمة لاجئين بقولها وأنا كل أسف وحزن، لأن أصحاب الأرض اتحولوا في بلادهم للاجئين. الأونروا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تم إنشائها 1949 لتوفير الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. الخدمات الإنسانية دي بتشمل التعليم، الصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. بالنسبة لغزة تحديداً، الأونروا تعتبر زي العمود الفقري لكافة المساعي الإنسانية لإنقاذ أهل غزة، مش بس في الظروف الرهيبة اللي احنا عايشينها دلوقتي، ولكن طول الوقت، لأن باختصار وزي ما هو معروف للجميع، الظروف اللي كان عايش فيها أهالينا في غزة قبل الحرب كانت صعبة جدا. يعني لو بقارن ما بين المأساة الحالية اللي التاريخ هيذكرها على إنها الأبشع وبين مآسي قديمة ومتكررة، ما أقدرش أقول إنها أقل بشاعة، بس اليومين دول صعبين قوي. الأيام الصعبة دي مفيش ملجأ للضحايا داخل غزة غير الأونروا، مدارس، مستشفيات، مباني، عشان تحميهم. طبعا ده مزعج جدا لإسرائيل، لأن الموضوع بالنسبة لهم مش مجرد حرب، الناس دي ما عندهمش مفهوم الشرف. هي الحرب فيها شرف؟ أيوه الحرب فيها شرف، لأن العسكرية شرف. عدوك في طريقة بتعاملوا بيها لما يؤسر أو يكون تحت الاحتلال. مهم، الإسرائيليين عايزين حتى أقل المساعدات وأضعف الإمكانيات وأقل ما يمكن وصفه من رعاية ما يتحققش لإخواننا الفلسطينيين في غزة. طيب يعمل إيه بقى أصحاب القرار في إسرائيل؟ يتهموا الأونروا كمؤسسة أممية إن فيها أفراد مشاركين مع الأطراف الفلسطينية المختلفة في الهجوم اللي حصل عليهم يوم 7 أكتوبر 2023. طيب ده تمهيد لإيه؟ نرجع نكمل كلام عن الأونروا. الأونروا كمؤسسة علشان تأدي دورها محتاجة لتمويل، والتمويل متوفر عند الدول الغنية. بس يا سيدي الإسرائيليين أول لما بيفتكروا النقطة دي يقولوا بس تاهت ولقيناها. الدول الغنية دي بشكل أو بآخر ليها علاقات قوية مع إسرائيل، ففي أقل من ثانية اوقف الدعم وخلينا نشوف الأونروا دي هتشتغل إزاي. مش مهم الغلابة والمحرومين والمصابين والمشردين، وحطوا أي صفة تانية أنتوا عايزينها تقول بمأساة، لأننا أساساً مش بندفع لأسباب إنسانية. تصدقتوا ولا إيه؟ ودي كانت حكاية الأونروا.